البداية رشا لليوم يمكن فقرة كتير لطيفة. نحن أوقات يمكن ما ننتبه على حالنا بعلاقاتنا الاجتماعية، أوقات رشا يمكن يصير سوء فهم أكيد إن كان بين الزملاء، إن كان بالعيلة الوحدة، بين الرفقات، بمختلف العلاقات الاجتماعية. طريقة الحل بتختلف من شخص لتاني، طريقة الحل بتختلف من بيئة لبيئة تانية، وحسب يمكن المخزون الاجتماعي والتراكمات يلي صارت من طريق التربية، من وسط محيط، وإلى آخره من كل هي الأمور. أكيد فرح، وأحياناً طريقة حل المشكلة بيخلق مشكلة تانية. دائما في طرفين، كونه في طرفين اليوم بالمشكلة، فالمفروض نحن نعرف طباع بعض، نعرف شلون نحن نقدر نتجاوز هي المشكلة بشي يرضي الطرفين. تماما، نبعد شوي عن التنازلات، وأهم شيء احترام الخصوصية. أنا بشوف احترام الخصوصية دائما هي بتبعدنا عن مشاكل كتير بحياتنا. طبعا رشا، تفاصيل كتيرة بتحكي عن العلاقات الاجتماعية. في حال حدث سوء فهم، كيف بنقدر نحن نصلح هذا سوء التفاهم بطريقه كثير ايجابيه وبطريقه كثير صح، والله يبعد سوء التفاهم عن الجميع. رشا، كل هي المواضيع وبالتفصيل رح تحكينا عنها دكتوره شفاء صوان، اختصاصيه نفسيه واجتماعيه. يسعد صباحك، يا صباح الخير كريم. والايجابيه ينعاد عليك وعليكم يا رب. حلوه الطاقه الايجابيه صباح. ما في احلى من الناس الايجابيه والطاقه الايجابيه. ان شاء الله هيك على طول تكون هيك حياتنا، نعطي نحن هذا الصوت لحالنا. يعني دائما بيقولوا لك انه نحن ما في شيء اليوم بحياتنا يخلينا نعيش بهي الايجابيه، ولكن نرجع بنقول هي صوت وصدى، يعني صح. شغله علميه اكيد، ما صح. أكيد. ما انا تنظير بالنهايه. السعاده تبدا من الداخل والايجابيه تبدا من الداخل. بدك الاحداث تكون بالخارج حلوه، لازم تكون انت من جوا حلو. ان شاء الله هيك على طول رواء. اليوم عم نحكي عن موضوع هو خلينا نقول صميم العلاقات الاجتماعيه. نحن ضمن مجتمع، علاقاتنا كان زملاء بعملنا، اهلنا، جيراننا، اصدقائنا، احيانا بصير مشكله، بصير سوء تفاهم، بتودي لشيء اكبر. اليوم شو هي اهم الخطوات لنقدر نحن نحل اي مشكله ممكن نتعرض لها؟ هلا بالنظره الايجابيه المشكلات فرصه للتطور والنمو، بينما في ناس كثير بيشوفوها انه هي تدمير او انهيار علاقات او شيء، لكن هي ابدا بالعكس تماما. اذا كنا واعيين هي بتكون بتطورنا وبتنمينا، لانه لولا المشكلات او الاخطاء اللي نحن بنوقع فيها، لانه المشكلات هي خطا معين، لولا الاخطاء نحن ما بنتطور. الطفل لو ما بيوقع مرات كثير ما بيتطور، فنفس الشيء كمان المشكلات. اي مشكله بالحياه بتخلي عنا شعور بالمسؤوليه اكثر، لانه نحن حنواجه لما بدنا نحلها. اللي بيهرب من المشكلات بتزيد وبتطفي وبيوصل لوقت انه هو بيغرق فيها، مثل الفيض، كيف وقت بيفيض شيء معين بيغرق فيها. بينما لما بيكون الانسان واعي وعرفان شو بده بيواجه المشكله، لانه المشكله ما بينهرب منها، لازم الانسان يواجهها لحتى يطلع منها بافضل طريقه ممكنه. وشغله ثانيه، يشوف افضل حل. ممكن انا بنفس اللحظه ما تصرف الطريقه صح، بس انا بعدين بعد هذا الحدث اللي صار او هي المشكله اللي صارت، انا بعدين شو ممكن خيارات تكون افضل. في ستيفن كوفي عنده كتاب اسمه البديل الثالث، يعني انا بدي اوصل انا واي طرف معه مشكله لافضل حل وافضل طريقه ممكنه، بحيث انه انا وهو نربح، ما اربح على حساب احدا ولا اسمح لحدا يربح على حسابي. اقل الخسائر، يعني اقل الخسائر، او بمعنى اكثر الارباح. لانه نحن لما بيكون معدن معين ومعدن لحاله بيكون ضعيف، اما لما ممكن ندمج هدول المعدنين بيكونوا مثل البولاد، او بيكون معدن كثير قوي وبيكون قابل لاشياء كثير قويه. ليش؟ لانه اندمجوا اثنين مع بعض، او ممكن عده معادن مع بعض. كمان البني ادمين نحن معادن، كل ما الناس مختلفين كانوا مع بعض وتعاملوا مع بعض بطريقه الربح المشترك، هي الطريقه الواعيه طبعا، الانسان الواعي، لانه اللي بيدمر الاخرين هو بيدمر ذاته كمان، تدمير ذاتي بيصير عنده، يعني حتى هو بيخسر، اول الخاسرين هو واول الرابحين لما بفكر بطريقه نحن هو كمان ربحان. دائما فرح بجوز رده الفعل الاولى هي اللي بتعمل المشكله. احيانا بيقولوا لك لا تحكي، فكري شوي بالقصة. بس هلا كمان يمكن رشا هي بتختلف لطبيعه الاشخاص والانفعاليه. بيقولوا الاشخاص الناريه ما فيهم، يعني فورا بيحبوا الهجوم بكل المواقف اللي بيتعرضوا لها. هلا نصيحه لهم انه يفكروا بعاقبه الامر، يعني بدال له العقوبه. اوقات الانسان بيصير مثلا ممكن بمكان شغله او بعائلته ممكن يتعاقب كطفل او مراهق او كذا، بس العاقبه تبع الامر، انا مثلا اذا حكيت هذا الشيء او اذا كذبت او اذا تصرفت تصرف سلبي مع هي، شو عاقبه هذا الشيء اللي انا بدي اساويه؟ ترى عاقبته خسرة ولا عاقبته انه شغله كثير منيحه وفلاح ونجاح يعني بحياتي؟ هلا دكتوره بعدنا شوي نحن بالعموم، لما بنحكي نحن عن المشكلات الصغيره هي شغلات يمكن لابد منها بعلاقاتنا، يعني العيله الوحده بصير بيناتنا مثل ما بنقول هذا التاتش اللي ما فينا ما يكون موجود طبعا، لاختلاف بالاراء لاسباب كثيره. لكن لما بنقول عن تأزم العلاقات
لما نحن بنحس انه العلاقات بلشت بالانهيار، شو هي الاعراض والمؤشرات اللي نحن ممكن نشوفها ممكن ما يكون في مجال كثير كبير لنصلح؟ اما انه الواحد بيصير بيحافظ على الصمت والانزواء، مثلا بنشوف مثلا بعلاقه زوجيه او علاقه عمل، بنشوف حدا تعرض لمشكله بيصير بينزوي، او مشكله ثانيه انه بيدقق على الاخرين وبصير بيطلع مشكلات او شغلات بنفس المكان. الفكره الصح انه هو يقول الشيء اللي هو تعرض لل يعني صار المشكله وبقلبه نظيف. يعني اهم شيء النوايا كثير بتلعب دور بقصه حل المشكلات. انا ناويه اني انا اعمل منيح، انا نيتي يا ترى صافيه مع هذا الشخص اللي انا صارت مشكله، ما في مشكله بتكون موجوده وفي حب ونوايا صافيه. الحب هو اساس حل المشكلات، هو اساس كل شيء بالحياه، الله هو محبه، وكل شيء بالحياه اذا ما اخذناه على محمل المحبه والجد، نحن اول على محمل المحبه نحن اول الخاسرين. فنحن بدنا اي انسان حتى بمكان عملنا، انا مو من مصلحتي اقلب وشي بزميلي بالعمل يلي انا كل يوم بشوفه لانه انا راح اخذ طاقه سلبيه، اما انا اذا تصالحت انا وياه وقدمت له شغلات بسيطه، الكلمه الطيبه صدقه، الابتسامه صدقه، التصرف بايجابيه، ممكن اجيب له بسكوت او ضيافه معي، هي صحيح شغلات كثير بسيطه لكن هي مشاركه اثر كثير كبير. تماما. ايه فعن جد يعني هو بسكوتي وقهوه. فعن جد هي شغلات التفاصيل الصغيره، في ناس كثير حتى بالعلاقات الزوجيه على فكره هي الشغلات البسيطة اللي بيعملها الطرفين مع بعض، شغلات بسيطة مثلا التعبير عن الحب في 5 أشياء، التعبير عن طريق الكلمات، عن طريق اللمس طبعا هي بالناس المقربين، التعبير عن طريق التحفيز والتشجيع. يعني في ناس بس شاطرين ينتقدوا، بس اللي بينتقد دائما هو بيؤدي فيه لمشكلات. ترى انا بشوفها هي، عفوا انا بشوفها هي قاتله للعلاقات، الانتقاد المتكرر من دون اي كلمه تشجيع او دعم، لانه الكلمه الطيبه اليوم لها اثر كثير كبير اكثر من الانتقاد يلي نحن كمان بحاجه الانتقاد بطريقه صح. شو سبب قليل سبب انه انسان غير رضيان عن حاله فدائما يسقط ما يراه في الاخرين. يعني اي انسان نقده ذاتي فهو بالاصل كان يتعرض للنقد بطريقه فظيعه كانت بطفولته وما قدر يتصالح مع الاخ، بقى بيجي بيتصرف بيسقط، بيقولوا كل علاقاتنا هي مرآة لنا سواء كانت سلبية أو إيجابية. مثلا لما الواحد بيتعرض للاستضعاف أو تصرفات سلبية من زملائه معناته هو قابل لهذا الشيء، بيتعرض للاحترام والتقدير كمان بيكون هو قابل لهذا الشيء. طيب ليه نحن بهاي النقطة ما نقول إنه الإنسان وقت بيكون محترم نفسه الطرف الآخر عم يفهم هذا الاحترام ضعف؟ هلا هي صارت وعم بتصير يعني تماماً. وقت انت بتسامحي بتكوني محترمه ما بتردي بمواقف كثير كرمال ما تكوني بموقف انت صغيره، عم نفهم هذا الاسلوب غلط بدنا الطرف الثاني. تمام. هلا الناس بتعرف دائما حتى بالعلاقات باي مشكله بتصير وجودها بين الناس واني انا اقول الشيء اللي انا متضايقه منه او كذا قدام العالم بتعرف انه انت صح او هو صح او انت تصرفتي بطريقه، ورح تنظر له ازدراء للانسان اللي بيعاملك لانه هو شاف مرآته. مثل ما قلنا يلي عنده صراعات داخليه بنلاقي مثلا زوجه ببيئه فيها كلها صراعات ببيت عيلتها، بتجي عند زوج رواق وريلاكس وعيلته كثير رايقه وبتحب بعض، بتصير بتنكش المشاكل دائما. مثل كمان بالمكان العمل كمان في شخص حتلاقوه بمكان العمل هو دائما بيعمل مشاكل كثير. ليه؟ لانه اصلا جاي من بيئه مليانه صراعات ومشاكل، وين بده يسقط هي المشاكل؟ بمكان العمل، على ابنه الصغير، على قطه بالشارع، على اي شيء حواليه. فدائما على قد السلام الداخلي اللي جواتنا وعلى قد ما نحن متصالحين مع ذاتنا، وفي مشاكل اكيد في مشكله اسمها صدمات الطفوله، على قد ما الانسان قدران يتخلص منها ويتصالح معها وقد ما كان، يعني ما في اوقات الدلال الزايد بيكون في صدمات طفوليه لانه بيكون مثلا العيله عاطيته انه الحياه امنه والحياه فيها كل شيء وكذا وكذا، بيجي هو بينصدم اكثر من الطفل يلي هو اصلا متحمل مسؤوليه. هي النقطه كثير حلوه دكتوره، فعلا نحن نضوي عليها بطريقه كثير صح ونركز عليها انه نحن اليوم اوقات ممكن نحن نتعرض لصدمات وممكن البيئة يلي عشناها على مدار يمكن سنوات طويلة لحتى توصلنا مثلا إن كان لبيت الزوجية أو لمرحلة العمل، فنحن مرينا بمراحل تراكمية. قديه نحن بدنا مستوى عالي من النضج والثقافة ومثل ما بنقول نحن نعاشر كثير من الناس لحتى نحن نوصل لدرجة نرفض الماضي ممكن اللي ممكن يكون سيء ونبني نبني مستقبل جديد. صراحة الموضوع أبسط بكثير من هيك، هو الحب والنوايا الصافية. مجرد ما الإنسان حب من قلبه عن جد بيقدر يحل أي مشكلة، ما حد يقدر. واللي بيحب يسامح، يلي بيحب حب غير مشروط، اللي بيحب ما بيشرط عليك شروط لحتى يحبك. هو طب دائما المسامحة هي مثل صح، يعني أحيانا المسامحة ممكن تكون طمع بالشخص الآخر يعني. لا لا لا، المسامح الأغلاط المقصودة دكتورة، الأغلاط المقصودة نحن من سكر الباب عليه، بنوضح له أنه أكبر عقوبة للإنسان يلي بيأذينا
نسكر الباب عليه وما نخلي يتعامل معنا. أكبر عقوبة هو بيكون خسر إنسان منيح، لكن المسامحة بسامحه بسامحه بسامحه، لأنه المسامحة أول كاسب إلها هو الإنسان نفسه. أول شيء بنكسب صحتنا، بنكسب حياتنا، بنكسب سلام داخلي، بنكسب رواء. يعني الإنسان ما في إنسان ناجح ووصل لمراتب معينة بالحياة قوية إلا بحياته بيقول لك أنا ما بتطلع لورا، أنا بيهمني اللحظة والآن. الماضي ما بيهم، يعني أي مشكلة من مر فيها الماضي ما بيهم، اتخانقنا تصالحنا صار مشاكل، أذاني هذا الشخص نفسيا، تصرف معي تصرف، انتهى هذا الشيء، حدث بالماضي. اجترار الماضي بخلينا نعيش بحالة اكتئاب وحالة مشاكل وصراعات مع ذاتنا. يعني دكتورة أنت مانك أنه الماضي هو مؤشر للمستقبل، لأنه في عالم كتير مثلا غير قابلة للتغيير، ممكن للأسف يكون أو تعيش بتأثير الماضي. تماما، ممكن نحن نحكي عن شريك يعني الابتعاد عنه مو هالأمر السهل، فنحن بهي الحالة ما نتعلق، شو نتعلق بالله ثم نفسك، فلا نفسك تخونك ولا الله راحل. يعني نتعلق بأنفسنا ونحب ذاتنا. أنا كتير بيجيني استشارات بتقلي أنا عطيت وقتي لأولادي زوجي عملت ساويت، حبيبتي قلت لها أول شيء بدك تحبي ذاتك، حب الذات أنت حتقدري تعطي حب للآخرين. أنت مالك مجبورة تضحي، أصلاً غلط فكرة التضحية، الأم المضحية غلط، الأم المحبة هي الصح، الأم اللي بتعطي على قد قدرتها. إذا تعاملنا مع رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف تعاملنا مع بشر؟ يعني فبشر أولى الناس بأنه رياحتنا نفسيا، ندير بالنا على حالنا لحتى نقدر نعطي الآخرين كمان. بالنهاية هي ثقافة مجتمع، اليوم فكرة التضحية معممة، او المفروض الام تضحي والاب يضحي والاولاد يكبروا ويتركوا، يعني نسبه كبيره يعني تركت اهاليهم. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، احيانا بصير مشكله بين شخصين بغض النظر عن نوع العلاقه بتروح للهروب. انت مع انه اليوم الانسان يهرب من مشكلته؟ وقد اليوم يعني نظريا بحس انا الكبت هو معظم مشاكلنا بسبب الكبت، يعني تمام. كبت المجتمع، كبت الطفوله، كبت حتى الاطراف اللي حوالينا، بصير تراكمات. اليوم وقت انا بصير معي مشكله، انت مع انه انا واجه مشكلتي او اني انا ما اعطي هذا الشخص خلينا نقول هيك بالعامي اهميه، انه انا انت اليوم ما انك مأثر علي ولكن انا نفسيا بجوز كثير متضايقه وكثير مقهوره بس انا عم ببتسم له؟ لا، هلا على هو الشخص، اذا هذا الشخص زميلي بالعمل وبمكان العمل او مثلا بعيلتي انا لازم اوضح له انه هذا الشيء كثير مؤذي اللي عملته وانه انا تضايقت منه، بس بنفس الوقت انه ممكن انا باي مشكله اني اهدى شوي، لانه وقت المي عم تغلي ما فيك تشوفي وشك بالمرايه بالمي اللي عم تغلي، تشوفيها ببركه راكده، لهيك انت اول خطوه لحل المشكله خليها تهدى تبرد شوي، بعدين انا بيجي لعند الشخص بقول له اهدى. يعني انا مثلا في لي صديقه باخر فتره عملت لي بلوكات من كل الصفحات اللي انا عادي رواء، ليش؟ لاني انا بحبها اصلا، في علاقه حب كثير وغلاوه بيناتنا، لكن هي بمجال العمل، فانا خلص خليتها بسلام، انا في وقت المناسب رح فوت واقدر اني انا لو انا ما رجعت لنفس المكان، لكن انا رح يضل المحبه والامتنان، انه ما في داعي نعمل بلوكات لبعض اذا كان الانسان عن جد شخص ما بينخسر، يعني مثلا شخص منيح وبيحبك عن جد، لكن انت تصرفت معه تصرفات كثير قام انت حكيت اللي بقلبك، هو اوقات نحن اوقات مشكلتنا ما تقبل الناس تحكي الواقع اللي عم يصير، او ممكن نعامل الناس كلها بنفس السويه وهي ناس عم تقدم مثلا. هذا اكبر غلط يعني. تماما، في انسان يعني حتى يعني رب العالمين خلقنا بذكاءات متفاوته، بشخصيات متفاوته، لحتى كل واحد يعطي شغلات مميزه اللي هي عنده، فكل ما كان الواحد يتفهم وتقبل هذا الشيء بيقدر حتى يتفهم تصرفات الاخرين، بيشوف ما وراء التصرف، ليش هو تصرف هيك؟ تمام. يعني انا على فكره بحياتي او من وقت ما صرت انسانه واعيه وناضجه اكثر صرت اي تصرف حتى لو كان مؤذي بقول ليه هو هيك تصرف، يمكن عنده مثلا انا مثلا تلاقي له تبرير. هلا صراحه اللي بيغلط بحقي مثلا بشفق عليه لانه هو بيكون غلط مع بحق ذاته. طيب هون في نقطة، بدل اني انا بحمل عليه، مو مع المواجهة بالمشاكل اللي عم بتصير؟ لا اكيد المواجهة، المشاكل مثل الكلب طيب لما هذا الاسقاط بيوقف ملاحقة، اما لما بتهربي منه بيلحقك. تماما، المشكلات هيك تمام، حتى علماء النفس، انا مو هذا المصطلح مو من عندي، انه تماما لازم الواحد يواجهها بطريقه كثير يكون فيها صدق بالنوايا، وبنفس الوقت اني انا شوف ما وراء القصه ليش هو تصرف هذا الشيء لحتى وصل لهي المرحله. نعم، بس هذا الكلام دكتوره اذا بتوافقيني رايي هو بده رغبه من الطرفين لحتى نحن نصلح اي مشكله مهما كانت بسيطه، ومثل ما بنقول يمكن نبدا من جديد. تمام، قد بتشوفي هذا الشيء موجود في حال انا حبيت اني انا ابدا من جديد بس تمام. الشخص المقابل كان يمكن رافض، بتنصحينا دكتورة نحن نستمر بالمحاولة أو نوقف هون؟ عم يهدر طاقتي، نقطع له والله معه، نسكر الباب ونقفله ونكب المفتاح حتى بعلاقات معينة لازم كيف؟
وإذا ما تركوكي بحالك؟ لا أنا بعمل سلامي الداخلي. ستيفن كوفي شو بيقول؟ احمل طقسك معك. يعني حلو. لو كان هذا الشخص نكدي، انا رواء، انا ريلاكس، انا جاي مبسوط، ما حدا بينكد علي. انا بالعكس بنقول له المشاعر الايجابيه اللي عندي لهذا الطرف لحتى اني انا يمكن هي اكثر نقطه بتاثر بالطرف الثاني وقت بشوفك انه انت ريلاكس، انت عايشه حياتك، ما كانه في شيء عم يمرق، ما في مشكله بحياتك. بس مو بالمجاكره، هو بانه انا فيك وبلاك انا مبسوطه. صح. بالذات لما بيكون اوقات زوج كثير او زوجه مثلا انه هي بتنكد عليه دائما، لا خليني انا ريلاكس. ليش عم تقولي زوجة؟ قولي زوج بنكد يعني اليوم. لا خلينا، انا بحب العداله يعني الانسان يكون صايم. هلا معقول ذكوري واوقات اليوم وقت الزوجه بتنكد بالبيت ما في شيء بلا سبب، يعني كمان بيعلم النفس لكل سبب طبعا سبب يعني. طبعا اكيد، بس نحن عم نحكي عن كل الاضراف، نحن بشر، نحن ذكر وانثى. خلينا نغير المثال دائما، الزوج وقت الفوت بنكد انه هو تعبان، هو اليوم شقيان، هو هلا كمان انا ما بسمح له يتجاوز علي. لو كان زوجي ولو كان تعبان ولو كان كذا، انا كمان لي مسؤوليات كثير كبيره بالبيت، فانا فهمه انه انا كمان عندي مسؤوليات كبيره. بس سبب هذا الشيء انه المراه هي ما عم تدلل حالها، وهي دائما متذمره. لما بتتذمر المراه هو كمان بيصير كمان لانه انا كمان عم بشتغل انا كذا. اما المراه لما بتدلل حالها وبتدلل اولاده وبيجي هو بيلاقي كل البيت مدلل ورواء وهدوء، هو اصلا حيفوت بهذا المود. يعني هون دكتوره نحن دائما عم نرجع لنقطه دائما انه نحن نفسنا الى حق، نحن قلنا حق نرتاح، قلنا حق يمكن نغير جو من فتره للثانيه لو كان بامكانات كثير بسيطه. اذا بدنا نحكي اليوم رشا عن هالغلا وهالحياه أكيد. الصعبه باشياء بسيطه كثير نحن ممكن ندلل حالنا. الشباك 5 دقائق وتنفس هواء نظيف بالصبح بكير، هذا يعني هذا بيعطيني رواء. اشرب فنجان. هو البلوك داخلي اكثر ما نفتح شباك، واكثر يعني في شيء اذا تماماً. ما في شيء بقلب يعني انت تكوني مرتاحه مبسوطه ما حتقدري. حتى بعلم النفس اذا كنت متضايق البس الوان عكس الالوان اللي انت بتعطي حاله الحزن. مثلا انا وقت متضايق مثلا ما بلبس اسود، لا بلبس الوان فرايحيه. ليش؟ لانه كمان راح ينعكس علي بعد لبس الثياب بربع ساعه بنص ساعه بصير بينقلب المود. ليش؟ لانه انا عم بعطي ايحاء لجسدي. العقل الباطن كثير اللعب على قصه العقل الباطن وعلى تفكيرنا الداخلي بيلعب اثر كثير كبير. مثلا انا فقت مبتسم، صار معي مشكله امبارح بس اليوم فايق مبتسم، خلص رواء راحت. ماضي سعاده قرار دكتور. تمام، لانه انا ما بدي، لانه اللي بيفكر بالماضي بيحزن وبيغرق بالحزن. طيب. واللي بيفكر بالمستقبل بيصير حاله قلق انه بكره شو بدنا نساوي، بكره الظروف، شغلي، عملي، اشياء معينه صارت معي. خلص عيش اللحظه، انت تمتلك اللحظه والان، ومن اللحظه والان تستطيع ان تغير كل شغله، كل الاشياء الحلوه وتجذبها لحياتك، لانك انت دائما الانسان الايجابي مغناطيس للاحداث والاشياء والاشخاص الايجابيين. تجذب طبعا طبعا. تفاعلوا بالخير تجدوه، تفاعل تجد. مجرد ما انك انت تفاعلي انه اليوم راح يصير معك شغله كثير حلوه، راح يصير شغلات حلوه. طبعا لازم ما يكون الانسان لا متردد ولا خائف. اذا تردد وخاف الانسان من الاشياء اللي ممكن تصير معه راح يصير معه مثل الشغلات اللي ركز عليها. تردد من شيء معين ما حيصير، خاف من شيء معين راح يكون موجود، لانه انت ركزت عليه. ركزوا على الاشياء الايجابيه لحتى تحلوا كل شيء حلو. حتى بيقول بعلم المشكلات انه بعث رسائل بالعقل اللاواعي للشخص اللي انت متخانق معه، رسائل الحب والسلام. نعم. رح ثاني يوم تلاقيه هو رسائل وخلص، لانه وصلت في 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 مثل ما هذا التخاطر موجود، هذا التخاطر حتلاقي وصل لعقله. نعم. هذا الشيء حلو الفكره. نعم. يعني دكتوره يعني الحديث يطول، لانه اليوم يمكن في تراكمات عند كثير من الاشخاص. ما في حدا بالعالم هو سليم من اي مشكله مهما كانت صغيره، لكن تبقى طريقه الحل مواجهه المشاكل اللي هي نقطه الاختلاف الجوهريه بين كل شخص والثاني. مبسوطين كثير انه كنتي معنا لليوم. قد ما كانت الظروف صعبه فنحن كثير قادرين في الصباح نقول يا رب ونبدا نهار بطاقه كثير حلوه. شكرا لك دكتوره. يا ميت هلا، يسعد صباحك. شكرا دكتوره لهالطاقه الحلوه، لهالصباح الحلو. ودائما بنرجع بناكد على نقطه، دائما احترامي لخصوصيه غيري. يمكن تبعدنا عن مشاكل كثير بحياتنا. طبعا مهمه جدا هي، ثقافه بدها تدريب كثير كبير. ان شاء الله نوصلها. ان شاء الله يا شكرا. رب. شكرا لحضورك لليوم.